أجل أن نكون مستحقين لسماع قراءة الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نتضرع. حكمة لنستقم ولنستمع قراءة الإنجيل المقدس. ولروحك أيضا فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. مجد لك يا رب المجد لك لنصغي في ذلك الزمان. دعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وقال لهم: أنتم تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصل، وأن ابن الإنسان يسلم ليصلب. وجاء عيد الفطر الذي كان يجب أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا لهما: اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. المعلم يقول: أين هو المحل الذي يأكل فيه الفصح مع التلاميذ؟ ها هنا. كل شيء معد. إن الرسل المربوطين برباط المحبة والمعلقين ذواتهم على المسيح الذي يسود الكل قد غسلت أرجلهم مبشرين الكل بالسلام. إن السيدة حكمة الله غير المدرك الضابط الكل والماسك المياه العالية في الجو والملجم الأعماق والحاجز البحار صبمان في مطهرة وغسل أرجل العبيد.
أيها السيد لقد أوضحت تلاميذ رسم التواضع والمسرب إلى سماء بالغيوم ازدار بمنديل وأحنى ركبته ليغسل أرجل العبيد وهو الذي في يدينا نسمت كل الكائنات. ولما جاءت الساعة اتكأ هو والرسل الاثني عشر معه فقال لهم يسوع كثيرا ما اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن نتألم فأني أقول لكم إني لن آكل منه بعد حتى يتم في ملكوت الله. نحن مسمعون أن نتمتع بإحسان عظيم فلنبادر بورع إلى الغسل الشريف ليس لنغسل دنس الجسد بل لنقدس النفوس سريا لأن المسيح مخلصنا الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ينحي ويلمس أقدام ترابيا واهبا أن تطأ بثقة كل قوة مضادة فلنهتف له بشكر يا من أظهرت لنا التواضع أفضل طريق للارتفاع خلصنا أيها الصالح بما أنك محب للبشر يا يهوذا كان أولا لك ألا تحبل بك أمك وأخيرا لك واتحاد الجميع إلى ربنا الطول لأجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربنا الطول لأجل المسيحيين الحسن العبادة
الأرثوذكسيين إلى رب الأرض. نجي أبينا بطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا بنيديكتوس والكهنة المكرمين الخدام في المسيح جميع الكليروس والشعب إلى رب الأرض. هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى المؤمنين الساكنين فيها إلى رب الطوب. نجي جدال الأوياء وخصب الأرض من ثمار أوقات سلام إلى رب الطوب. نجي السائرين في البحر والبر والجو والمرضى والمضنيين والأسرى والمعتقلين والمهجرين والذين يرتاحون تحت الاحتلال خلاصهم الى ربنا الطوب. نرجو ان يبارك هذا الغصب ويقدس بقوه وفعل وحلول الروح القدس الى ربنا الطوب. نرجو ان يصير لنا هذا الغصب رحلة لدرس زلاتنا إلى ربنا الطول. أجنبنا عطت وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والذينا الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. يا رب الشيخ και των σωμάτων και την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήλα ραβήν αντών. Ελέησον. Αιώ αρνόπου λιλά αλφάκ الصلاح الذي لا يدنى منه باللهود يا من ولدت بصورة عبد قد اتخذت شكل خادم وغسلت بيديك الطاهرتين أرجل تلاميذك ومسحتا بمنديل لرسم الاتضاع الخلاصي. اطلع الآن أيضا علينا نحن عبيدك غير المستحقين المقتضين بسمو تنازلك هذا المجيد واهلنا أن نغسل أدناس الجسد وأوساخ النفس بلمسنا هذا الماء. هب لنا حلول روحك القدوس غير المنظور واحرس نفوسنا وأجسادنا من الحية الخداعة الراصدة عقبنا حتى إذا سرنا أتقياء نعبدك عبادة مرضية لك ونطأ فوق الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو لأنه ينبغي لك كل تمجيد. لأنك ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أي كلام وجبنا روح القدوس الآن كل وان وإلى ذاكرة مقدار الاتضاع بتنازلك المتعالي الخاص وأعلنت أن الأخير بالعزم يكون أولاً أنت أنعم علينا بخدمة بعضنا البعض وارفعنا بالتواضع الإلهي واحفظنا غير متدنسين بل مكتسرين دوماً بالدموع ومتطهرين باستنارة نعمتك المطهرة حتى نشكو لك بإخلاص على الدوام وننال الرحمة والرأفة لدى منبرك الرحيم لأنك إله رحوما ومحب للبشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دار الدائرين. آمين.
καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομαι. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου Κρίνη Πάση. Και το Πνεύμα Ιησού Φασλον Σαρή يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر المجد لك يا رب المجد لك لنصغي في ذلك الزمان كان يسوع يعلم أن الآب قد سلم كل شيء في يديه وأنه من الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء ونزع ثيابه وأخذ وينشفها بالمنشفة
ولكنك ستعرفه فيما بعد. لن تغسل قدمي أبدا. إن لم أغسلك فليس لك نصيب معي. فقال له بطرس: يا رب، ليس قدمي فقط بل يدي ورأسي أيضا. فقال له يسوع: إن الذي قد اغتسل لا يحتاج إلا إلى غسل قدمين، لأنه كله نقي وأنتم أنقياء، ولكن ليس جميعكم. لأنه كان عارفا بالذي سيسلمه، ولذلك قال: لستم جميعكم أنقياء. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا للجيني البشير تلميذ الطاغين. مجد لك يا رب المجد لك. لنصغي في ذلك الزمان بعد أن غسل يسوع أرجل التلاميذ، أخذ ثيابه وعاد فاتكى وقال له: أتعلمون ما صنعت بكم؟ أنتم تدعوني رباً معلماً ورباً، وحسناً تقولون لأني كذلك. فإذا كنت أنا الرب والمعلم قد غسلت أرجلكم، فيجب عليكم أنتم أيضاً أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم قدوة حتى أنكم كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً. الحق الحق أقول لكم: ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. فإذا عرفتم هذا فطوبى لكم إذا عملتم به. لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبة. ولما قال يسوع هذا طلب بالروح وشهد وقال:
الحق الحق أقول لكم إن واحد منكم سيسلمني. فنظر التلاميذ بعضهم إلى بعض وهم متحيرون في من قال عنه. وكان أحد التلاميذ متكئاً على صدر يسوع، هو الذي كان يسوع يحبه. فأومى إليه سمعان بطرس ليسأله من عسى أن يكون الذي قال عنه. فمال هذا إلى صدر يسوع وقال له: يا رب، من هو الذي سيسلمك؟ أجاب يسوع: إن الذي يغمس يده معي في الصحفة هو سيسلمني، وابن البشر ماض كما هو مكتوب عنه. ولكن الويل لذلك الإنسان الذي على يده يسلم ابن البشر. فقال لهم أيضا يسوع: يا أولادي، أنا معكم زمنا قليلا بعد وستطلبوني. وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، كذلك أقول لكم أيضا الآن إني أعطيكم وصية جديدة: أن يحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. أحب أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذ كان لكم حبا بعضا لبعض. قال سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجاب يسوع: حيث أذهب أنا لا تقدر أن تتبعني الآن، لكنك ستتبعني فيما بعد. فقال له بطرس: يا رب، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أبذل نفسي عنك. أجابه يسوع: أنت تبذل نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك إنه لن يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. ثم قال لهم يسوع أيضا: لا تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله وبي أيضا آمنوا. إن في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا لقلت لكم إني أنطلق لأعد لكم مكانا، وإذا انطلقت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي لتكونوا أنتم أيضا حيث أكون أنا. وأنتم تعرفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق. يا سيد. فقال له توما: يا سيد، لسنا نعلم إلى أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا الطريق والحق والحياة، ولا يأتي أحداً إلى الآب إلا بي. لو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضاً، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. فقال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وحسبنا. فقال له يسوع: أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس. من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ فقال كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي،
بعد قليل لا يراني العالم، وأما أنتم فتروني لأني حي وأنتم ستحيون. من كانت عنده وصاياي وحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاته. فقال له تداوس: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا، ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي. فقال يسوع أيضا لتلاميذه: كلكم تشكون فيا في هذه الليلة، لأنه مكتوب: اضرب الراعي فلتتبدد الخراف الرعية. عما قليل لن تروني، وأيضاً عما قليل ترونني، لأني منطلق إلى الآب. أجاب متى وقال للتلاميذ: ما هذا الذي يقوله لنا؟ عما قليل لن تروني، وأيضاً عما قليل ترونني، لأنني منطلق إلى الآب. حينئذ قال برثولوماوس: ما معنى قوله لنا عما قليل؟ قال لهم سمعان القانوني: لست رد ما يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم: أفي هذا تتباحثون؟ إني قلت عما قليل لا تبصروني، ثم عما قليل أيضا تروني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، وأنتم تحزنون ولكن حزنكم يؤول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأن ساعتها قد أتت، لكنها متى ولدت الطفل لا تعود تذكر شدتها من أجل الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. وأنتم الآن محزونون، لكني ساراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئا، قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. قال له يعقوب بن خلفة: تتكلم الآن علانية ولا تتكلم بأمثال. قال له يعقوب بن زبدة: الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولا تحتاج أحدا أن يسألك. قال له اندراوس: هذا نؤمن أنك من الله خرجت. فالآن تؤمنون؟ ها أنها تأتي ساعة وهي قد أتت. الآن تتفرقون كل واحد منكم إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب هو معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام، أنكم في العالم ستكونون في ضيق، ولكن ثقوا فأني قد غلبت العالم. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه
أنا قد مجدتك على الأرض، قد أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله، والآن مجدني أنت يا أبتي عنك بالمجد الذي كان لي عندك من قبل كون العالم. قد أعلنت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم، هم كانوا لك وأنت أعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. أيها الآب القدوس احفظهم باسمك الذين أعطيتهم لي ليكونوا واحدا كما نحن واحد. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم باسمك. إن الذين أعطيتهم لي قد حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. يا أبتي إن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا هم أيضا معي حيث أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. يا أبت العادل إن العالم لم يعرفك، أما أنا فقد عرفتك، وهؤلاء قد عرفوا أنك أنت أرسلتني، وقد عرفتهم باسمك، وسأعرفهم لتكون فيهم المحبة التي أحببتني بها وأكون أنا فيه. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان فدخله هو تلاميذه. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. هنا حتى أمضي وأصلي هناك. وأخذ معه بطرس وابني زبدا وطفق يحزن ويكتئب. حينئذ قال لهم: إن نفسي حزينة حتى الموت، فامكثوا هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه يصلي ويقول: يا أبتي إن كان يستطاع فلتعبر عني هذه الكأس، لكن لا كمشيئتي أنا بل كمشيئتك أنت. وترى له ملاك من السماء يشدده، ولما صار في كرب شديد أطال في الصلاة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، فقام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما، فقال لبطرس: هكذا لم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ثم مضى ثانية وصلى قائلا:
يا أبتي، إن كان لا يستطاع أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها، فلتكن مشيئتك. ثم أتى فوجدهم نياما أيضا، لأن أعينهم كانت ثقيلة، فتركهم أيضا ومضى فصلى ثالثة قائلا الكلام الأول بعينه. يا أبتي، كان لا يستطاع أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها، فلتكن مشيئتك. حينئذ جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، فقد اقتربت الساعة، وابن البشر يسلم إلى أيدي الخطأ. قوموا ننطلق، فهو ذا قد قرب الذي يسلم. الحمد لله الله بحسب عظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا بطريرك ناثيوفيلوس ورئيس كهنتنا بنديكتوس. القوة والتأييد بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والحكومته الرشيدة وجميع القوات الأمنية. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص والافتقاد والتوفيق والنجاح لجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين والمتواجدين معنا في هذه الخدمة الشريفة من أجل صحتهم وسلامتهم وغفران خطاياهم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا أنك إله الرحيم الركيب للبصر ولا ترشد الألباب، أيك الأب وأيك الرب القدوس الآن كل الآن وإلى دار الآخرين. إلى ربنا الطول أيها الرب إلهنا، يا من بكثرة رحمتك أفرعت ذاتك واتخذت صورة عبد، يا من في وقت آلامك الاختيارية الخلاصية المحية أهلت تلاميذك الرسل القديسين للعشاء معك، بعد ذلك أتزرت بمنديل وغسلت أرجل تلاميذك القديسين، معطياً إياهم بذلك قدوة للتواضع والمحبة بعضهم البعض، فقلت لهم: كما صنعت أنا بكم هكذا أصنع أنتم أيضاً بعضكم البعض. فأنت الآن أيضاً أيها السيد احضر بيننا نحن عبيدك غير المستحقين المقتدين بمسالك، وارحت كل أدناس نفوسنا وأوساخها، حتى إذا لحظنا من الغبار المتصدين من الكذابين ومسحنا لبعضنا بعضنا من المتحرك، نستطيع أن نرضي كل أيام حياتنا ونجد نعمة لديك، لأنك أنت الذي تبارك وتقدس كل الأشياء أيها المسيح، ولك كل عام وأنتم بخير.
صلاة اليوم اللي صارت لغسل الأرجل هاي بتصير بكرة الصبح في ساحة القبر المقدس في كنيسة اليامة، واليوم هاي بركة كبيرة، بركة غسل الأرجل بتكون عظيمة لإلكم اللي حضرتوا هاي الصلاة اللي بتعلمنا التواضع، وبتعلمنا إنه المعلم هو غسل أرجل التلاميذ. المسيح غسل أرجل التلاميذ، مشان هيك نتمنى إنه هاي الرعية تبقى باستمرار جنب الكنيسة، والكنيسة جنب الرعية، والرعية بتتبارك في الكنيسة وبتحيا بالكنيسة، بنكون كلياتنا ايد واحدة مع بعضنا البعض، لأنه الكنيسة هي المينا، السفينة لما بتكون بنص البحر بتدور على مينا مشان إنه ترسي فيه وتكون موجودة. فالكنيسة هي المينا اللي بتكون حماية لإلنا، الكنيسة هي البيت اللي بتحمينا، مشان هيك بنطلب من الرب الإله إنه يحفظ هذا البلد، يحفظ المليك هذا البلد، يحفظ الحكومة، يحفظ أيضا البطريركية والمطرانية وهاي الرعية وكل الكنائس. صلوا مع بعضنا البعض كلياتنا إيد وحدة حتى ربنا يسمع صلواتنا ويباركنا